بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال وجواب بخصوص طلاب الثانوية العامة: ما هو موقف الطلاب الراسبين والمؤجلين لامتحانات الثانوية العامة 2023-2024 والمقسمين لمواد دراسية العام المقبل في ظل إعادة هيكلة الثانوية العامة؟ الجواب: طلاب الثانوية العامة الراسبين والمؤجلين والمقسمين لمواد دراسية سيطبق عليهم النظام القديم للثانوية العامة بنفس المواد الدراسية القديمة. السؤال الثاني: هل سيكون هناك أي تغيير في نظام الدراسة أو الامتحانات لمرحلة الثانوية العامة؟ الجواب: لا يوجد تغيير في نظام الدراسة أو الامتحانات في الصف الثالث الثانوي، وإعادة هيكلة الثانوية العامة تركزت على تحديد مواد بعينها بهدف إتاحة الفرصة للمعلم لتدريسها وفقا لعدد الساعات المعتمدة لكل مادة، وكذلك تنمية مهارات الطلاب والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص. السؤال الثالث: ما هي طبيعة مادة العلوم المتكاملة وما هي العلوم التي ستتضمنها؟ الجواب: المادة تضم فروع العلوم المختلفة بشكل يظهر تكامل المفاهيم والمعرفة. السؤال التالي: ما هي المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة لكل الشعب؟ الجواب: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الدينية والتربية الوطنية والأنشطة الاختيارية. السؤال التالي: هل سيتم تطبيق نظام 6 أيام على كافة المدارس على مستوى الجمهورية؟ الجواب: نظام الدراسة 6 أيام ليس مستحدثا، ويتم تطبيقه في بعض المحافظات، وتم طرحه مؤخرا في إطار حزمة من الأليات التي سيتم تطبيقها ببعض المدارس الحكومية بما يتوافق من هذه الأليات وطبيعة كل إدارة تعليمية على حدة. السؤال الأخير: هل سيتم تطبيق نظام الدراسة 6 أيام أسبوعيا على المدارس الخاصة والخاصة لغات؟ الجواب: هذه المدارس تطبق القواعد الخاصة بالكثافة الطلابية في فصولها الدراسية طبقا للائحة الخاصة بكل مدرسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.